سوت مجلة CEO World 2021 الأمريكية للإحصاء تصنيف لأغنى مهندسين معماريين بالعالم لسنة 2023، وكان بينهم المهندسة المعمارية العراقية زهى حديد. وقالت المجلة بتقرير إلها أن المهندس المعماري يدمج بشكل مثالي الأفكار الإبداعية والتصميم الماهر لإحياء مشروع معين، وعندهم القدرة على إضافة الفن والجمال للمباني بطرق ما نتوقعها. من أشهر المهندسين المعماريين اللي ابتكروا مكانة خاصة بيهم من خلال مواهبهم وعملهم الجاد مع قيمة ثرواتهم نورمان فوستر. السير نورمان روبرت فوستر هو مهندس معماري شهير فاز بجائزة بريدكر عام 1999 المعروف بتصميم المشاريع المرموقة مثل مبنى HSBC في هونغ كونغ، وطبعاً صافي الثروة مالته 240 مليون دولار. زهى حديد، هذه المعمارية العراقية البريطانية كانت أول امرأة تحصل على جائزة بريدكر للهندسة المعمارية عام 2004. تتميز تصاميمها بلمسة رشيقة وهندسة متموجة تميزها عن غيرها، وعزها أعمار رائعة تشمل المباني السكنية والتجارية مثل مركز لندن المائي ومجمع جالكسي سوهو في بكين، وبلغت ثروتها 130 مليون دولار. فرانك جيري مهندس معماري شهير معروف بتصميم متحف غوغنهايم في بلبا في إسبانيا، وكانت ثروته صافية 100 مليون دولار. موشيه صفدي، من أكثر الأعمال شهرة لموشيه صفدي هو هابيتات 67 الذي تم الانتهاء منه عام 1967. يحتوي المجمع السكني على وحدات مكدسة واحدة فوق الثانية، ما يميزها عن البقية. طبعا بلغت الثروة مات 150 مليون دولار. سانتياغو كالاترافا، تشتهر سانتياغو كالاترافا بتصميم المباني اللي تحكي كائنات الحية تماما، وتشمل أعمال البارزة متحف ميلوكي للفنون وجسر ماري جريت هانت هيل، وبلغت الثروة مات 35 مليون دولار. رينزو بيانو مهندس معماري محترف من إيطاليا، اشتهر بتصميم أهم مبنى بلندن شارد، بالإضافة إلى ذلك اشتغل على تصميم ميشن إيرميز المتجر الرئيسي للعلامة التجارية الفرنسية الفاخرة إيرمي. وأخيراً فرانك لويد رايت، غالباً ما يعتبر فرانك لويد رايت المهندس المعماري الأكثر شهرة وابتكار بعصره. خلال 70 عام من الخبرة صمم أكثر من 1000 مبنى وعدد ما نقدر نحصيها من المباني التجارية والسكنية، وتشمل بعض أعماله الشهيرة فندق إمبريال هوتيل في طوكيو وفولينغ ووتر هاوس في جنوب غرب ولاية بنسلفانيا.